السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما كتشوفوا راه هاد الجدع هذا هو هنا كيموت مسكين، تا هو تصاب بنفس الفيروس. باش ماتوا هادوك الجدوع اللي ماتوا لينا قبل منه، والعودات كذلك. الفيروس الاخوان هذا ما لقينا لهش الحل، ما لقينا لهش الدواء. خضرنا اليوم الجلبه او مساكن مازال كيموتوا لينا الخيل. هذا دابا هو الله اعلم، هذا هو الخامس في الجدوع اللي غيموت لينا دابا. الاخرين كذلك تاهما راه صحتهم لا شتو، كما كتشوفوا عيانه راه فحالة يرتلها، لكن راه حنا كنعطيهم الاكل. وين هاد الفيروس هذا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عرفناش كنديرو معاه. جميع الادويه كنديروها لهم. شوفوا مسكينه هاد الشهبه تا هي حالتها راه يرتلها، هي راه من اجمل المهرات اللي عندنا هنايا في المزرعه. شوفوا راه ضعافت مسكينه. الفيروس هذا راه منتشر بواحد الشكل كثير هنايا في المنطقه، راه ماشي غير في هاد المزرعه هادي. ومسكينه راه هادي هي الوحيده هي اللي فيها صحه جيده، هاديك اللي ساهله هي هاديك الضريفه اللي كتشوفني كتجي عندي مسكينه هي هادي. نتمنى من الله يحد الباس وما يزيدوش يتفاو لينا، خصوصا هاد المهرات هادو والعودات اللي غيولدوا لينا ان شاء الله. تما نتمنى ما يزيدوش يتفاو لينا منهم. نتمنى من الله يحد الباس. استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوان كما كتشوفوا رمات لينا هذا الخيل، هذاك الدهم، داك الحصان اللي كان من أحسن الخيول اللي عندنا هنا في المزرعة. هذا الحصان هذا راه هو اللي كان كيلقح العودات اللي كيولدوا لينا، وهذا الجدع هذا اللي معاه اللي فوق منه كما كتشوفوا راه ولدو. شوف راه توفى لينا وما كانش مريض، ما كانش فيه شي أعراض، كان صباح ما كياكلش وفي العشيه توفى. ما عرفناش واش مات بداك الفيروس، لان دوك اللي ماتوا لينا بداك الفيروس كان كيدوم واحد الاسبوعين عاد من بعد كيموتوا. هو راه مات في واحد مده قصيره اللي جا داك المرض، ولا قوس عليه واحد الاسباني هنا كيخدم معانا، الله اعلم، قدر الله وما شاء فعل. انه كان البارح واحد الصبليوني تيحيد ليهم داك الغبار، ديك الكوادرة ديالهم فين كيكون، وبقى حاضي. هاد العام راه غيلقح كاع العودات، راه هاد العام راه مرتاح، راه سمين. إيوا الغد ليه هو يموت، باش قوس عليه داك الصبليون. الصبليون تا هما راه قواسة، طلب الله يحفظ، يحفظنا ويحفظكم من العين. العين راه حق الإخوان، ونتمناو من الله يحد الباس. قدر الله وما شاء فعل الاخوان. كما كتشوفوا راه مات لينا هذا الحصان، هذا هو ثاني حصان كيموت لينا بعد ما مات لينا داك الدهم. مات هذا مسكين، تا هو هذا راه مات لينا بالفيروس، ماشي بحال داك الدهم. راه مات داك الدهم كان ما عليه ما به، كما قلت لكم تصبح واحد الصباح ما كياكلش وفي العشيه مات. لان اش كتختلف هاد الحالات هذه ديال الموت ديال هاد الخيول، هادو اللي فيهم هاد الفيروس كيبقاو واحد الاسبوع ولا اسبوعين مراض، ما كياكلوش وما كيشربوش تتيموتو. وبالنسبه لداك الدهم راه مات في نفس النهار اللي مرض فيه مات، سبحان الله العظيم، طلب الله يحد الباس. وبالنسبه للتلقيح راه لقحناهم جوج تلقيحات، درنا لهم التلقيح الاول بعد ما داز اسبوعين، عاودنا لقحناهم تلقيح ثاني
وانتم كيما كتشوفوا ما تحدش هاد الفيروس هذا. وبالنسبة لهاد الفيروس هذا راه ماشي هو ديك الخناقية، ديك الخناقية هذاك راه مرض بوحدو كيجيو في هاد الوقت هذا ديال البرد اللي كيتقلب الجو، كيكون مثلا الشمس سخونة وبالليل كيكون البرد، داكشي علاش كتجيهم ديك الخناقية. وهادو راهم في هذا البوكس هذا كما كتشوفوه هنا، راه ما كاينش عندهمش البرد، راح كما كتشوفوا الاخوان كاين سونا سخان وكنفرشوا لهم التبن. هاد الفيروس هذا راه بادي من شهر 11، راه حطوا اول فيديو اللي كانت مات لنا ديك العوده الاولى اللي مات لينا مات في شهر 11، وديك الساعه كان الجو مزيان. يا دار هاد المرض هذا راه لا علاقه به داك المرض ديال الخناقيه، هذا راه فيروس الاخوان. ونطلبوا من الله يحد اللباس وما تنساوناش من الدعاء، الله يجزيكم بخير. وانا راه مابقاش نقدر ندير الفيديوهات بحال هاد الحالات، هاد الوفيات بحال هكايا، ما ولا كيضرني خاطري كنشوف هاد الوفيات هادو. الله شاهد عليا الاخوان، مابقاش كنقدر ندير الفيديوهات، كيألم هادشي كيألم بزاف. وراه امر الله، ربي هو اللي، الله هو الذي من يحيي ويميت، الموت راه حق. تبارك الله ما شاء الله الاخوان كما كتشوفوا العودات ما شاء الله راهم بصحة جيدة، راهم بداو يرتاحوا. وفي هاد المزرعة اللي هنا الفوق الحمد لله بفضل الله راه مابقاش ما عندناش شي عودات مراض، كلهم راهم بصحة جيدة. هذا بفضل الله وفضل داك اللقاح اللي درنا ليهم. بقاو هنايا سبعة العودات اللي بقاو هنا، وهبطنا المزرعة دوك اللي قربوا يولدوا. دابا ما لقحناهم داز واحد المدة كيف ما شفتو في الفيديو اللي كدرت الاولاني على حساب داك اللقاح اللي درنا. بعد ما دازت جوج سيمانات عاودنا درنا لهم لقاح اخر ضد داك الفيروس، والحمد لله راه عطى داك الدواء افيكاس، عطى المفعول ديالو. لاحظتو حتى العودات راهم بداو تيرتاحو، راهم مبقاوش ضعافات. هاد العودات رانا اللي مقابلهم كنعطيهم الفوراج بالليل، وبنهار راه كيبقاو هنا كياكلو داكشي اللي كيشيط على المعز. حطو راه كياكلو دابا المعز بعد ما حلبتو، جتو لهنا كنعطيه الفوراج بنهار، وفي العشية نخرجهم شوية للمرعى. دابا راه كياكلو داكشي اللي كيشيط، هداك هادشي هو اللي كيشيط، هادشي راه مكياكلوش المعز. هاد النبغة هادي تنقولو ليها حنايا في البلاد كياكلوهاش المعز، كياكلوها الخيل، داكشي تيكون مطحون. بالنسبة لديك الجلبة الإخوان راه شريناها درنا عليها الضموند من ألمانيا، المهم الصيدلية اللي كدرنا درنا فيها الضموند دارو عليها هما الضموند، شراها من ألمانيا لأن مكيناش موجودة هنايا، وموجوداش هنا في اسبانيا، لأن هاد المرض هذا راه عشرات السنين هادي باش مبقاش، ودابا راه ولا عاوتاني هاد الفيروس هذا. والله يحد الباس. ودابا راه المشكل عندنا في الأحصنة، دوك الخيل اللي عندنا تحت المزرعة هما اللي عندنا. دابا عندنا واحد الحالة مريضة، وكما شفتو في الفيديو جوج وفيات، وعاد دوك الصغار تا هما راه كيتوفاو لينا، لأن تما ملي كنبدا داك الفيروس كنبدا في ديك المزرعة. ولما جنا هاد العودات هادي من المزرعة اللي في الجبل ما كناش ملقحينهم، هذا هو الغلط اللي دار موشي، دار واحد الخطأ كبير، كان عليه لقحهم في ديك المزرعة ديال الجبل عاد نجيبوهم لهنايا. ديك الساعة كون ما ماتوش دوك العودات، ماتوا لينا ثلاثة العودات لما جناهم من الجبل.
قدر الله ما شاء فعل، هذا أمر الله. الله يدير الشتاء ويدير الخير الإخوان، نتوما راهم كياكلو ما شاء الله عليهم. صلوا على النبي. تنساوناش على الإخوان من الدعاء، الله يجازيكم بخير، باش يرفع عنا الله هذا البلاء، هذا الوباء. نشكركم هذا المنبر جزيل الشكر على الدعم ديالكم والتشجيع، لأخوكم عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.